القوات الأمنية عليهم أن يعلموا بأن لهم شقيق في التظاهر وشقيق في القوات الأمنية، كلاهما يمثلان العراق. لذلك على القوات الأمنية أن يعلم بأن العراق أجمعت واتفقت على قواعد الاشتباك حسب الاتفاقيات الدولية بعدم استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في قمع التظاهرات، لكن بالمقابل على المتظاهر أن يعلم هو أيضاً أن تظاهره السلمي لا يعطي له الفرصة أن يعتدي على القوات الأمنية بشكل لا يليق بالتظاهر السلمي. كل هذه الأمور مجتمعة توصلنا إلى بر الأمان. الأمم المتحدة تتحمل جزءاً كبيراً من هذه المسؤوليات، لأنها سكتت عن التزويرات التي حصلت في الانتخابات الماضية. كان المفروض أن يكون هنالك تشكيل حكومة قوية رادعة بإمكانه السيطرة على زمام الأمور. للأسف كل هذه الأمور ضرورية أن نحافظ عليها. نحن في لجنة حقوق الإنسان مرة أخرى نقول بأننا مستعدين لإقامة مؤتمر حوار مباشر ما بين المتظاهرين السلميين وما بين الحكومة. يبدو أن الأمر وصل إلى طريق مسدود في عدم وجود تواصل مباشر بين المتظاهرين السلميين وبين الحكومة. مرة أخرى نقول للمتظاهرين السلميين ولقواتنا الأمنية ولكافة المواطنين، المؤسسات ملك للشعب العراقي،